أكد مدير إدارة التلاحم الأسري في هيئة تنمية المجتمع في دبي الدكتور عبد العزيز الحمادي أن قانون وديمة لحماية حقوق الطفل الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم تمكن من حسم قضايا مهمة كانت تشوبها تحديات قبل صدور القانون، من بينها وجوب الإبلاغ عن أي ضرر يقع على الطفل، وأيضا معايير حكم محكمة الأحوال الشخصية في طلب حضانة الطفل، وصور ممارسات استغلال الطفل وتشويه أفكاره والاعتداء على صحته التي يصل حد العقوبة فيها إلى غرامة مالية تبلغ 1,000,000 درهم. عبر الهاتف مباشرة من الرياض الأستاذ المحامي عيسى بن حيدر ينضم لنا. أستاذ عيسى أهلا بك معنا. طبعا هذا المشروع تم إقراره وطرح مشروع القانون منذ عام 2008 ليدخل حيز التنفيذ اليوم، قانون وديمة لحماية الطفل. بتنفيذ هذا القانون، بدخوله حيز التنفيذ، إلى أين تكون الإمارات قد وصلت في مجال حقوق الطفل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيت أنا أول شيء أبين هذا القانون، وبصراحة من أجمل القوانين اللي في دولة الإمارات ومن أفضل القوانين يمكن على مستوى المنطقة العربية. وأعتقد حاليا في هناك جلسات ومباحثات لإصدار قوانين أيضا في المنطقة العربية شبيهة بقانون وديمة، وهو القانون الذي شمل كل حقوق الطفل سواء كانت حقوق مدنية أو شرعية أو جنائية، فشمل كل الحقوق كاملة وصانها صيانة أيضا قوية، ووضع لها الحماية ووضع لها الضمان لأن تكون هذه الحقوق مكفولة كفالة مباشرة من السلطات في دولة الإمارات. طيب فيما يخص تطبيق هذا القانون، كيف ستوزع مسؤولية تطبيقه على مختلف الجهات، وابتداء من أين؟ هل من الأسرة أو من أين؟ القانون خاطب كل شخص يتعامل مع الطفل. بدأ هذا القانون يخاطب الأب، وقبل الأب يخاطب أيضا المستشفى وأماكن التي يولد فيها الطفل وأماكن تسجيل هذا الطفل في السجلات الخاصة بالمدنية إصدار جوازات السفر، ومن ثم جاء إلى الأب وتسمية هذا الطفل بتسمية جيدة، ومن ثم تربيته. فخاطب كل الشرائح حتى يصل هذا الطفل إلى سن 18 هو سن حدد القانون. فكل من يتعامل مع الطفل في هذه المدة الزمنية هو مسؤول عن رعاية هذا الطفل وإعطاء كل الحقوق كاملة دون حرمانة من أي حق من هذه الحقوق، سواء الحقوق في التعليم، حقوق في التربية، حقوق في التعبير عن الرأي، حقوق في الصحة، كثير من الحقوق التي وضعها القانون والتي لم تذكر في أي قوانين سابقة في دولة الإمارات. يعني العقوبات هي أيضا تشمل الوالدين. نعم، الوالدين من ضمن الأشخاص اللي هم مسؤولين مباشرة عن الحفاظ على حقوق الطفل. وحتى من ضمن العقوبات الجميلة اللي جت في القانون في الأشخاص اللي هم يرتكبوا جرائم جنسية أو تحرش بالأطفال، جاء القانون بمادة أيضا وتدبير احترازي بإبعاد هذا المجرم من مكان إقامة الطفل مسافة 5 كيلومتر حتى لا يشاهد الطفل ويتعرض لأزمة نفسية. وأيضا منع هذا القانون هذا الشخص المدان في جريمة تحرش جنسي مع أحد الأطفال، فيمنعه من العمل في أي مجال طيلة حياته يتعلق بالأطفال، فهذه الحماية موجودة أيضا للأطفال. طيب هذا القانون، قانون وديمة لحماية الطفل، كيف يعني تختلف ربما حجم العقوبة باختلاف حجم الاعتداء على الطفل قانونيا؟ العقوبات موجودة في القوانين منذ صدور القوانين في كل دول العالم، لكن أن دولة الإمارات القوانين كان فيها تشديد في العقوبات، مثلا عندنا قانون العقوبات الاتحادي والمطبق في المحاكم قبل قانون وديمة يشدد في العقوبة إذا كان مجني عليه طفل، يشد في العقوبة إذا كان الطفل أو المجني عليه مثلا في سن أقل من سن الشخص العاقل صاحب القرار أو صاحب الأهلية الكاملة. ولكن دي قانون وديمة جمع هذه المواد كلها كاملة ووضعها في قانون واحد وشد العقوبات. نعم، وصلها لعقوبات جدا قاسية. العقوبات الموجودة في قانون العقوبات هي عقوبات قاسية، ولكن قانون وديمة أضاف عقوبات أو تدابير لاحقة بالعقوبات مثل ما ذكرت قبل قليل مسألة إبعاد المجرم عن منطقة سكن الطفل نفسه. طيب هذا القانون إلى أي سن يشمل حماية الطفل؟ وهو ذكر السن وصل 18 سنة وهو السن كان نسميه في السابق بعد الثامن يسمى بلغ 18 أو لم يبلغ 18، وهي السن المتفق عليها عالميا السن اللي يكون فيها الشاب
لا زال في مرحلة عدم الاستقرار النفسي في فترة الثامن عشر وبعد الثامن عشر يبدأ يكون الشخص مساءل عن التصرفات القانونية. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا السيد المحامي عيسى بن حيدر، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من الرياض، شكرا لك.